اهلا بيكم في حلقه جديده من لينير كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم الخطي. اهلا بيكم في سلسله الروت لوكس، والنهارده هنكمل الروت لوكس بلوتس للنيجاتيف فيدباك، وهناخد اكزامبل اربعه. وزي ما قلنا نيجاتيف فيدباك عندي، نبدا مع بعض. اكزامبل اربعه عندي مديني مثال بالشكل ده. معروف الفيد فورورد عباره عن الجي والفيدباك عباره عن الاتش، تمام؟ فبالتالي هضرب الجي في الاتش تطلع بالشكل ده، تمام؟ اللي حصل ضرب البلوكات الموجوده في الكلوز لوب. طبعا هنا معروف ان هو نيجاتيف فيدباك والكي نون نيجاتيف، يعني اكبر او تساوي زيرو، وبالتالي ده عباره عن نيجاتيف فيدباك اوفر اول سيستم. وزي ما قلنا ان الكلوز لوب ترانسفير فانكشن بالشكل ده تطلع هنا الكاركترستيك ايكويشن اللي هي المقام بتساوي زيرو. نروح لستيب واحد. ستيب واحد ان انا بجيب البولز والزيروز واعمل لها لوكيشن على الاس بلين، يبقى دي الجي اتش عندي بالشكل ده. هروح للبسط، البسط عندي اس زائد واحد، يبقى مباشره الزيروز اللي هي برسمها بو تبقى عندي الام واحد، يعني عدد الزيروز في البسط بواحد قيمته بسالب واحد، يعني هاخد البسط يساوي زيرو، يبقى اس بيساوي سالب واحد ده اول زيرو، وعددهم دول بواحد، الام بواحد. نروح للبولز ان المقام بيساوي زيرو، هنلاحظ هنا اس تربيع وهنا اس واس، يبقى عندي أربعة بولز، وبالتالي ان بتساوي أربعة. البولز قيمها اس واحد بزيرو، اس اتنين بزيرو، خلي بالك دي اس تربيع، اس تربيع يعني هنا عندي الاس مكررة، يعني ايه؟ يعني اس واحد بيساوي زيرو، اس اتنين بيساوي زيرو، اس تلاتة بسالب اتنين، واس أربعة بسالب خمسة. هروح أعمل هرسم القيم دي، هنيجي هنا هنلقى هنا واحد اس واحد بزيرو، اس اتنين بزيرو، الاتنين بزيروز، يعني هنا في اتنين بولز فوق بعض، تمام؟ هنا بسالب اتنين وسالب خمسه، ادي سالب اتنين وادي سالب خمسه، كلهم اكس عشان بولز، معايا كمان البسط بكام؟ بسالب واحد، عند السالب واحد هعمل دايره لان ده زيرو. نروح بعد كده نجيب الروت لوكس على الريال اكس. ركز معايا كده، لو انا حبيت ارقم هرقم ده واحد، بعد كده اتنين، ده تلاته، كده اربعه. ترقيمه غلط، ليه؟ لو رجعت للسلايد اللي فات عدد دول كام؟ خمسة، المفروض على الرسمة اشوف خمسة، في منهم اتنين مكررين فوق بعض اللي هو زيرو زيرو، يبقى هنا في زيرو زيرو في اتنين بولز فوق بعض، تمام؟ يبقى عاملة زي ايه؟ اكن في زيرو اهو وفي زيرو اهو، الاتنين زيرو منطبقين على بعض، يبقى الزيرو الاولاني هرتبه بواحد، الزيرو التاني هقول اتنين، يبقى اقول هنا واحد اتنين، واحد اتنين فوق بعض، تمام؟ لان اتنين مكررين فوق بعض. اللي بعده ثلاثة، اللي بعده أربعة، اللي بعده خمسة، تمام؟ ركز في الموضوع ده كويس عشان ما تغلطش. نروح لبعض كده، إن عند البولز الكي بزيرو، هو زيرو وحيد هنا الكي عنده بما لا نهاية أو تؤول لما لا نهاية. لو أنا حبيت أرسم الروت لوكس برسمها إزاي؟ همشي من ناحية الشمال، أول واحد يقابلني اللي هو الواحد، يبقى في روت لوك لغاية ما يقابل لغاية الاتنين، لغاية اللي بعده، لغاية الاتنين، يبقى في المنطقة دي بس في روت لوك. أكن أدي الزيرو الأولاني هنا وادي الزيرو التاني هنا، هرسم الروت لوك، يبقى في المنطقه دي في روت لوك، اكن اوصل للزيرو مع الزيرو، الزيرو مع الزيرو، اكن في روت لوك في النص هنا ما بين في الحته دي على نفس النقطه. طيب يبقى المنطقه اللي بعدها ما فيش، يبقى ابدا من اللي بعده لغايه ما يوقفني القيمه اللي بعدها وهكذا، هنا ما فيش، يبقى القيمه دي المالا نهايه. ركز في المساله دي كويس عشان ما تتحلش غلط. يبقى كده عندي المساله كده، جبت الروت لوك عندي، هروح اجيب النمبر اوف برانشز اللي هو ان وام، اللي هو 4 1 يطلع 4، يبقى عندي 4 برانشز تقول لي ما لا نهايه، يبقى 4 منحنيات. هروح اجيب الاسيمبوتوت عندي، يبقى هو اللاينز بتقول لي ما لا نهايه، عدد الاسيمبوتوتس ان ناقص ام اللي هو يطلع 4 ناقص 1 ب 3. هجيب النقطه اللي هتحرك منها او اللي هرسم منها الاسيمبوتوتس عباره عن القانون ده. انا عملت لك جدول اهو، مجموع البولز عندك، ركز معايا كده، اللي هي 0 0 سالب 2 سالب 5، ادي 0 سالب 2 سالب 5، جمعتهم على بعض ناقص، افتح قوس بين قوسين كده، ده الزيرو، الزيرو بكام؟ سالب واحد، احطه كده على ان ناقص ام اللي هي بثلاثه، تطلع المحصله دي بسالب اتنين. نجيب الزوايا، عندي كام اسيمبوتوت؟ ثلاثه، يبقى انا محتاج ثلاث زوايا. اول حاجه نبدا الكي بزيرو، لما احط الكي بزيرو هنا وعندي ان ناقص ام بثلاثه، هيطلع بلس ماينس 180 على الثلاثه، منها احصل على الزاويتين بلس وماينس 60، دي زاويتين. محتاج زاويه كمان، يبقى اعوض الكي بواحد، يبقى احط الكي بواحد تطلع الفا عندي ايه؟ المفروض الطبيعي تطلع موجب بسالب 180، اخد الموجب بس، لان عندي زاويتين فوق وادي زاويه، دول ثلاثه، يبقى كده حصلت على ثلاث زوايا عشان ثلاثه اسيمبوتوت. بعد كده هروح على الرسم،
ركز معايا كده، الدلتا طالعه بكام؟ بسالب 2. يبقى يعني اروح عند سالب 2 وعند سالب 2 هنا، شايفها؟ اعمل الزوايا بتاعتي. الزوايا يعني اجي كده، دايما الزاويه الموجبه بتتقاس عكس عقارب الساعه، يعني ارسم كده 60، اول زاويه 60 واروح اعمل خط. السالب 60 تبقى في اتجاه عقارب الساعه، وانزل لتحت كده ب 60 واروح اعمل خط. الخط الثالث فين؟ عند 180، مش هرسمه طبعا عشان ما يبقاش فيه تداخل في الرسم. كده الثلاث زوايا عندي او الثلاثه قاسم بطوط عندي. نروح لاستيب 5، اجيب البريك ان والبريك اواي بوينت. هجيبها ازاي؟ عن طريق تفاضل الكي بالنسبه للاس بيساوي 0. نرجع للجي اتش اللي انا جبتها في اول سلايد. الكاركترستيك ايكويشن دي معادلتها يبقى 1 زائد اللي فوق ده، تطلع بالشكل ده بتساوي 0. هوحد مقامات او مباشره المقام زائد البسط، تطلع هنا ادي المقام انا فكيته زائد البسط. طبعا ما اضربش هنا عشان انا عايز الكيف وحدها، كي لوحدها يبقى اقول ودي ده كله بالسالب الناحيه الثانيه اهو، سالب واقسم على ما تنساش 2 في القوس، يبقى 2 اس زائد 2. هبتدي افاضل دي، اقول مقام تربيع وهنا البسط فوق، هيبقى المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، ومعايا سالب بره، يبقى ادي السالب النهائي اهي وادي المقام تربيع، وجبت الناتج النهائي طلعت بالشكل ده، هيساوي 0. لما يساوي 0 يبقى مين اللي بيساوي 0؟ البسط، يبقى البسط يساوي 0. هروح كده عند البسط بيساوي 0 اهو، هبتدي احلله. لما انا حللته طلع بالشكل ده، ابتدي هنا بالقلم مباشرة، اخد ده هدخله على الآلة، طلع القيم، طلع القيم دي، طلع عندي أربع قيم لأن اس أس 4. هعمل تشيك. أول قيمة طالعة بزيرو. الزيرو ده فين؟ في روت لوكي على الرسم عند الزيرو، ده في المنطقة دي في روت لوكي هنا، يبقى ده يقع على الروت لوكس عندي. القيمة التانية بسالب 3.6، سالب 3.6 فين؟ هنا، يبقى لا تقع على الروت لوكي، يبقى المنطقة دي أو القيمة دي يتم إهمالها. عندي قيمتين هنا طالعين كومبلكس، لا يتم إهمالهم، بعمل عليهم تشيك. أتشيك إزاي؟ أرجع تاني أستدعى قيمة الكي، الكي بتساوي القانون ده، شايفه؟ أدي الكي. يبقى مرة أشيل الإس اللي هنا بالآلة، بالآلة كده أعوض عن إس اللي هنا دي كلها بالقيمة دي، أعوض بقيمة واحدة من الاتنين، أعوض بالقيمة دي كلها بالآلة، يبقى القيمة إس دي هتبقى بالقيمة دي أس 4 زائد 7، القيمة اللي هنا دي أس 3، أحطها بالآلة وأطلع الكي. طلعت الكي في الحالة الأولى طلعت بالشكل ده. الكي في الحالة التانية طول ما الاتنين دول كومبلكس، الكي لازم تطلع كونجيجيت. لو الكي طلعت كومبلكس لازم تطلع كونجيجيت. الكي هنا طلع كومبلكس، هنا كومبلكس، يبقى ريجكتد في الاثنين، ما ينفعش امثلها على الرسم. يبقى القيمتين دول ولا بريك ان ولا بريك اوي، وعندي قيمه وحيده على الرسم اهي. تمام؟ تعالوا نرجع تاني على الرسم. مش قلنا الدائره عباره عن اثنين بولز منطبقين على بعض؟ اكن 0 0 اهو. تمام؟ تمام. نرجع تاني، قلنا عند الزيرو في لوت لوك، عند الزيرو في ايه؟ بريك ان او بريك اوي بوينت. طب عند الزيرو هنا في اثنين بولز، ادي بول وادي بول، واحط ما بينهم اللي هو مين؟ البريك ان او بريك اوي، فهتيجي المنطقه من النص كده اللي هي اكس تبقى كده، اللي هي الحمراء دي تبقى هنا. يبقى النقطه دي واقعه بين اثنين بول، طول ما هي واقعه بين اثنين بول يبقى بريك اوي بوينت. يبقى عند الزيرو في اثنين بولز، وعند الزيرو في بريك اوي بوينت، وفي روت لوكي كمان. تمام؟ يبقى هنا في بريك اوي بوينت. لو رجعنا كده هتلاقى في اثنين زيروز هنا، سوري اثنين بولز، اثنين بولز في الحته دي، يبقى في سهم طالع كده وسهم طالع كده. الكلام ده عند المنطقه دي، او هنا بول يبقى سهم طالع منه زيرو، سهم داخل عليه بول، سهم طالع منه. تمام كده انا عملت استعداد للرسم. ركز كده، مش دي نقطه بريك اوي؟ يبقى السهمين دول هيتحركوا كده ويروحوا كده، ركز معايا كده، هيتقاطعوا هنا الاثنين، هيتحركوا في نفس التوقيت اهو، هيتحركوا كده ويحصل تصادم. اول ما يحصل تصادم هيبتدي يتفرعوا فوق وتحت. نروح لستيب 6. ستيب 6 بجيب الانجل بتاعت الديبارشر والارايفل للكومبلكس زيرو وبولز، وبما ان ما فيش كومبلكس زيروز ولا بولز وبالتالي ستيب 6 ههملها اجنورد. ستيب 7 هروح اجيب عندي الانترسكشن مع الجي اوميجا اكسس، دي الكاركترستيك ايكويشن جبتها من ستيب 5 اهي. هبتدي افك دي عشان احط المعاملات المتشابهه مع بعض تطلع بالمعادله دي. هبتدي اعمل الراو ستيبل، يبقى ابدا من اس اس 4، يبقى اس اس 4 اس 3 2 1 0. ابتدي اس اس 4 معاملها بواحد، اهمل اللي بعده واخد اللي بعده. يعني معامل اس اس 4 1، اللي بعده 10، اللي بعده 2 كي. 1 10 2 كي. هروح لاس تكعيب معاملها هنا ب 7، اسيب ده اخد اللي بعده، يعني 7 تبقى 2 كي اللي بعدها، بعد كده 0 مفيش. يبقى 7 2 كي 0. خلاص كده خلصنا المعادله. عشان اجيب القيمه دي اعمل ايه؟ اضرب كده بالمقلوب 7 في 10، افك المحدده بالمقلوب 7 في 10 ناقص 1 في 2 كي، يبقى عندي
على 7 يطلع القيمه اللي هنا دي، طلعتها بالقيمه اللي انت شايفها دي، تمام. عايز اجيب القيمه اللي بعدها، القيمه اللي بعدها هجيبها ازاي؟ بالمقلوب، اثبت العمود الاول، دايما العمود الاول بيبقى ثابت، يبقى اضرب كده 7 في القيمه اللي هنا ناقص 1 في 0 على 7، دايما العمود الاول ثابت في الضرب، يطلع القيمه اللي هنا 2 كي، تمام. ننزل تحت، انا عايز القيمه اللي هنا، اعمل ايه؟ اشتغل على المحدده اللي فوق منه، يبقى اضرب دي في دي ناقص 7 في 2 كي اللي هي هنا على القيمه اللي هنا اللي هي دي، هتخلص دي طبعا، طلع بالشكل ده، تمام. يلا بعد كده اجيب القيمه اللي هنا ازاي؟ اضرب ده في 0 و7 في 0، يبقى خلاص بقيت ده 0 هنا، ملوش لازم. يلا معامل اس اس 0، افك المحدده اللي فوق منه، المحدده اللي فوق منه يبقى العنصر هنا 0، طول مش موجود يبقى ب 0. يبقى اعمل ايه؟ اضرب ده في ده ناقص ده في ده على القيمه دي، وطولنا قلنا طول ما اخر كولوم هنا اخر قيمه هنا تبقى 0، يبقى اخد 2 كي على طول، يبقى هنا تحت مباشره هيبقى 2 كي، تمام؟ نكمل مع بعض. يبقى انا يهمني اول عمود في الراوس تيبل اللي هو اول عمود، الواحد والسبعه موجبين، يبقى لازم القيمه دي تبقى موجبه ودي موجبه ودي موجبه. يبقى اول قيمه دي تبقى موجبه اللي هي 70 ناقص 2 كي على 7 تبقى اكبر من 0، السبعه طارت هتبقى 70 ناقص 2 كي اكبر من الزيرو، وهيبقى عندي القيمه الثانيه دي برضو اكبر من 0 والقيمه الثالثه اكبر من 0. نحل المعادله الاولانيه دي، المعادله الاولانيه يبقى 70 ناقص 2 كي تبقى اكبر من 0، يبقى الكي تبقى اقل من 35. المعادله الثانيه ركز معايا هنا، المعادله دي عشان تبقى اكبر من الزيرو لازم البسط يبقى موجب والمقام موجب، يعني ما ينفعش تاخد البسط بس، يعني ما ينفعش تضرب دي في زيرو وتطيرها، غلط. لازم البسط يبقى موجب والمقام يبقى موجب عشان يبقى الناتج يبقى دايما اكبر من زيرو. يبقى انا هاخد البسط اكبر من زيرو، البسط اكبر من زيرو عندي يطلع بالمعادله دي، هاخد كي عامل مشترك، يبقى عندي الكي قيمتين، الكي اكبر من زيرو ده قوسين اكبر من زيرو، يبقى لازم القوس ده يبقى اكبر من زيرو والقوس ده اكبر من زيرو، والكي اقل من 10.5. طب المقام يبقى اكبر من زيرو اللي هو 70 ناقص 2 كي اكبر من زيرو اللي هو المقام اكبر من زيرو، ودي انا جايبها فوق، يبقى تطلع الكي اقل من 35. يلا هنا ال 2 كي اكبر من زيرو يبقى الكي اكبر من زيرو، بروح انا جايب محصله دي، الكي اكبر من زيرو والكي اكبر من زيرو، يبقى اخد الزيرو، كي اقل من 35 واقل من 35 واقل من 10.5، يبقى اخد المينيمم بتاع الماكسيمم، المينيمم بتاع الماكسيمم يعني 35 35 10.5، اخد 10.5، يبقى الكي تبقى من زيرو ل 10.5. ليه؟ هنا الكي اقل من 35 ماشي، مخليه السيستم ستيبل في الكونديشن ده، لكن لازم تبقى كي اقل من 10.5 عشان تخلي السيستم ستيبل في الحته دي، يبقى لازم اخد الجزء المينيمم عندي اللي هو 10.5، تمام؟ وبالتالي الكي عندي من 0 ل 10.5. عايز التقاطع مع الجي اوميجا اكسس، ادور على معادله اس تربيع، اس تربيع، اس تربيع هيبقى ده الحد هنا مضروب في اس تربيع اللي هو ده زائد الحد اللي بعده اهو، تمام؟ انا جبتها من راوس تيبل بتساوي 0، الكي بكام؟ ب 10.5، تعوض عن الكي ب 10.5 هنا. تطلع المعادله بالشكل ده، يبقى الاس تطلع عندي بقيمتين، موجب وسالب جي جذر 2. يبقى عندي الكي 10.5 التقاطع عند موجب وسالب جي جذر 2. الطريقه الثانيه ان بشيل الاس بعوض بالجي اوميجا. المعادله دي هشيل كل اس وعوض بالجي اوميجا تطلع بالشكل ده. هخلصها الريال والماجنري عندي تطلع بالشكل ده. يبقى هروح اقول ان الريال الماجنري الاول، سوري الماجنري ده بيساوي 0. وكمان لازم الريال ده يساوي 0، تمام؟ طيب تاني يبقى الايماجينري اللي هنا ده اللي مضروب في الجي بيساوي 0 والريال ده بيساوي 0، هبدا بالايماجينري، الايماجينري بيساوي 0، يبقى هاخد ايه؟ ركز معايا كده، هاخد اوميجا عامل مشترك من هنا وهيبقى عندي القوس، يبقى طول ما القوسين بيساوي 0 يبقى القوسين احدى القوسين بيساوي 0، يعني اما الاوميجا بتساوي 0 يا اما القوس الثاني بيساوي 0، القوس الثاني ده بيساوي 0 منه احصل على الكي تبقى 7 على 2 اوميجا تربيع، اخلي القيمتين دي عندي. هنروح لجزء الريال، الريال ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0. الريال ده هيساوي 0، يبقى ركز معايا كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اعوض عن الاوميجا ب 0 في المعادله دي. لما اعوض باوميجا ب 0 تطلع الكي بكام؟ ب 0. يبقى اعوض اوميجا ب 0 هنا تطلع ب 0، الاوميجا ب 0 كي ب 0. المعادله الثانيه الكي بتساوي 7 على 2 اوميجا تربيع، اشيل الكي اللي هنا واعوض ب 7 على 2 اوميجا تربيع، اعوض به هنا. تطلع المعادله النهائيه في اوميجا. تطلع عندي معادله في اوميجا بالشكل ده. هاخد اوميجا تربيع عامل مشترك، طول ما اوميجا تربيع عامل مشترك يبقى الاوميجا تساوي 0، ومعايا كمان الاوميجا هنا اوميجا تربيع ناقص 3 بتساوي 0، تطلع اوميجا تربيع ب 3 يبقى الاوميجا بموجب وسالب جذر 3، تمام؟ ده انا حصلت على قيمتين، الاوميجا ب 0 والاوميجا بلس وماينس جذر 3، اخد الثلاث قيم دول واعوض بيها بالمعادله دي، في المعادله دي. لما اعوض الاوميجا ب 0 تطلع ب 0، طلعت اول معادله،
اعوض بالمعادله الثانيه الاوميجا بموجب وسالب جذر 3 هنا، تطلع عندي الكي 7 على 2 في 3 تطلع ب 10 ونص. تمام؟ يبقى هنا انا حصلت على ان التقاطع مع الجي اوميجا اكسس عند قيمتين للاوميجا، الاوميجا بزيرو وقتها الكي بزيرو، والاوميجا بموجب وسالب جذر 3 وقتها الكي ب 10 ونص، عندي التقاطع مرتين. تمام؟ وعندي كمان الكي 0 ل 10 ونص السيستم ستيبل، غير كده السيستم انستيبل. نروح للرسم. شايف كده الاوميجا تساوي 0 والكي عندها بزيرو. القيمه الثانيه موجب وسالب جي جذر 3 وقتها الكي ب 10 ونص. نروح عند الرسم. شايف الرسم هنا في بول اصلا عند الزيرو، وقتها الكي بزيرو تبقى الاوميجا بزيرو. دي اول نقطه تقاطع على فكره. دي اول نقطه تقاطع احنا طلعناها. فاضل ايه؟ فاضل النقطه الثانيه اللي هي موجب وسالب جذر 3 جي وقتها الكي ب 10 ونص. المهم احنا هنبتدي نرسم الرسمه كامله مع بعض. اهو انا حطيت الدلتا، حطيت الزاويه 60 وسالب 60، وادي ال 180 اللي هو الاسمبتوت الثالث. هبتدي اقول هنا بريك اوي بوينت، اكن بص كده في تقاطع، اكن في 2 0 قبلوا بعض. تاني اكن في 2 0 قبلوا بعض، هيبتدي واحد يطلع فوق واحد ينزل تحت. اول ما واحد يطلع فوق يبقى في تقاطع، وده يلف كده ينزل تحت يبقى في تقاطع، يبقى ادي التقاطع عند النقطتين. طب لو انا حسبتها وما طلعش تقاطع يبقى مش هيطلع كده، ده مباشرة هينحرف ناحية اليمين كده، هيطلع كده. يبقى تاني هيطلع ناحية الشمال كده ويلف ويرجع بسبب إن في تقاطع. طب أنا وبحل المسألة ما لقيتش في تقاطع تاني فوق، لا يبقى ما مش هيطلع كده، لا ده مباشرة هيجي ناحية اليمين يمشي كده، وناحية اليمين يمشي كده، تمام؟ طيب نرجع تاني، يبقى هنا الاتنين بولز هيتحركوا في نفس التوقيت، لأن عندي اتنين بولز عند زيرو هيتحركوا مع بعض، هيحصل تصادم، وفي نفس الوقت البول ده هيطلع منه سهم، والبول ده هيطلع منه سهم، البول ده هيروح لما لا نهايه، البول اللي هنا ده هيطلع منه سهم يروح للزيرو، تمام؟ اهو ركز كده على الاسهم مع بعض، تاني اهو الاسهم بتتحرك مع بعض وفي نفس الوقت التقاطع طلع اهو، التقاطع ده عند جي جذر 3 وسالب جي جذر 3، وقتها الكي هنا عند القيمتين ب 10 ونص، زي ما انت شايف الرسم كده، تمام؟ عند الزيرو اللي هنا ده الكي تقول لما لا نهايه، هنا الكي تقول لما لا نهايه عند ما لا نهايه، وده هيروح لما لا نهايه، وقتها الكي تقول لما لا نهايه. عدد البرانشز 4، تعال نعدهم. ادي واحد رايح لما لا نهايه، اثنين رايح لما لا نهايه اهو عند الزيرو، وده هيلف وده هيلف، الاثنين هيروحوا لما لا نهايه، يبقى وقتها عندي 4 برانشز، تمام؟ لو انا عايز دقه اكتر، دي الكاركترستيك ايكويشن، هبتدي هحطها على الماتلاب اعوض بقيم لكي، التقاطع عند كام؟ انا كله رسم تقريبي بالايد، فانا لازم احاول ارسم رسم اكيوريت شويه، اكيوريتلي بمعنى ان هو ادق شويه. ادق يبقى استخدم كاركترستيك ايكويشن وابتدي احط قيم للجذور واحطها على الرسم. الخطوه دي مهمه عشان انا هستخدمها بعد كده عشان اجيب قيمه زيتا عند بولز معين، تمام؟ في فيديوهات قادمه هستخدم الخطوه دي اللي انا راسم بيها يدويا من الطريقه دي عشان اجيب زيتا. عندي التقاطع 10 ونص، يبقى ابدا بقيم قبل ال 10 ونص وقيم بعد ال 10 ونص. عند ال 10 ونص بص كده، في جذرين مع الجي اوميجا اكسس شايفهم اهو، تمام؟ وفي جذرين ناحيه الشمال. وهتلقى قبل ال 10 ونص كل القيم اللي قبل 10 ونص هيبقى السيستم ستيبل. بعد ال 10 ونص هتلقى السيستم انستيبل، هتلقى بص كده الاثنين كومبلكس بي ايه؟ عندي موجب ريال اهو، الجزء الريال بتاعهم موجب. وفعلا هتلقى الاثنين كومبلكس هنا دول بي ايه كومبلكس، هيبقى الجزء بتاعهم بي ايه ريال، تمام؟ الريال بي ايه موجب يعني. هو وقتها اعمل ايه؟ لو انا هعمل اسقاط للقيم دي على الرسم يطلع عندك المنحنيات اللي انت شايفها. طب الزيرو فين يا باشمهندس؟ دي الكاركترستيك ايكويشن، طلعت واحد اثنين ثلاثة أربعة، هتطلع أربع قيم فعلا أهي عند الكيب زيرو، سالب خمسة سالب اثنين زيرو زيرو، أمال فين الزيرو؟ عند سالب واحد؟ لا مش موجود، لأن الكاركترستيك ايكويشن خاصة بالبولز بتاعت السيستم، مالهاش علاقة بالزيرو. الزيرو دايما بيبقى ثابت عنده الكي تقول لي ما لا نهاية، مش بيتحرك. مهما الكي اتغيرت مش بيتحرك من مكانه، مين اللي بيتحرك؟ البولز، تمام؟ طيب ودي الرسمه اللي حصلنا عليها النهائيه، وادي التقاطع عندي بالماتلاب زي ما انت شايف كده. وقلنا ادي الكيهات اللي تقول لي ما لا نهايه على الرسم، وبالتالي دي المعادله لو انا حبيت اكتب دي على الماتلاب. يبقى احذف من الجي اتش الكي بس، الاثنين تبقى موجوده مع الترانسفير فانكشن ما تتحذفش، احذف الكي فقط. تمام؟ ابتدي اقول اس كترانسفير فانكشن سنجل كوت اس، واكتب الاس كده، خلي بالك الاثنين مكتوبه اهي. لازم الاثنين تتحط. اهمل الكي بس اللي موجوده في المعادله. طبعا اس تربيع هنا اهو حطيتها زي ما هي اس ده، ولازم تحط علامه فيه بعد كده القوس الاول القوس الثاني. وبقول بيزي ماب والار لوكس للجي اتش.
او ممكن الطريقه الثانيه اللي هي النوميريتور. فين النوميريتور؟ اضرب الاثنين في الكوست، تبقى 2 اس زائد 2 يبقى 2 و2. ادي النوميريتور عندي، ضربت دي كلها في بعض طلعت بالشكل ده، او انت لو مش عايز تضرب دي ثلاث اقواس في بعض. القوس الاول اللي هنا ده اهو، 1 و2 الاث قوس ده اهو، ضربتهم في بعض بداله كونف، الناتج هضربه مع ده. دي عباره عن اس تربيع، يبقى معاملها بواحد، معامل اس بزيرو والحد المطلق زيرو، طول لازم تتحط كامله، تتحط المعاملات كامله، تمام؟ والداله كونف النهائيه عشان تضرب كله في بعض. وبالتالي الجي اتش ترانسفير فانكشن نوميريتور دي نوميريتور، او البي زي ماب عباره عن جي في الاتش والبي زي ماب نوميريتور دي نوميريتور، ممكن ارسم الروت لوكس بنفس الطرق. وبكده انتهينا من اكزامبل 4. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله هناخد اكزامبل 5، هنصعب الموضوع شويه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا دايما، وشكرا جزيلا.